مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء درب غلف. كتشوفوا الأمن الوطني والقوات المساعدة خارجين على قبل ذاك القرار ديال باش كل واحد يدخل داره ويدير العدل الصحي في داره. شوف تي في صحفي، شوف تي في، كتشوفوا قايمين بالواجب ديالهم. حالة الطوارئ الصحية الآن مبقى لها غير دقائق باش يطبق هذا القرار هذا. كما كتشوفوا معنا الأمن الوطني قايم بالخدمة ديالو، يقولوا الناس باش يدخلوا لديورهم. شوف تافي كيف ما كتشوفوا الان كيسدوا المحلات التجاريه ديال الناس، خاص كلشي خاصو يدخل. تحية للأمن الوطني اللي قايمين بالخدمة ديالهم. Ya, ya, ya.
ما كتشوفوا الامن الوطني كيقولوا الناس يدخلوا لديورهم حفاظا على السلامه ديالهم، قاش خايفين عليهم وخايفين على البلاد ديالنا. ويلا اسمع هادي في درب غلف مدينة الدار البيضاء. كتشوفوا مشاهدينا الشعب المغربي خصو يتعاون مع السلطات باش نحدوا من هذا الوباء. هذا خاصنا نكونوا ايد في ايد، نبغينا نحدوا من هذا الفيروس هذا. شوفتي اسمعني
وصار من الزموري مدينة الدار البيضاء. زموري صحاب قادر جيلاد سير الحاج الخريطة سير الزريعة ماشي مواد أساسية. الزريعة كنعيشو حنا بالزريعة. قصد عليا أنا رسا الله يحب أبط عليا الريد وجمع هذاك الشيء. أبط ردو شري شي شي مالي الخبز خويا صحابي بعد لنا هاد البلد وهي اللي دخلت. برافو سير قيد ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام القوات المساعدة والسلطات المحلية كيطلبوا من المواطنين يدخلوا لديورهم ساكنة ديال درب غلف على مستوى شارع الزموري باش يدخلوا لديورهم حفاظا على السلامة ديالهم. السكينة خاصها التعاون مع السلطات المحلية خاصها التعاون معهم باش ينقصوا من هاد الوباء ضد الوباء الخطير. خاصة الساكنة التعاون مع السلطات خاصة التعاون معهم شو ما المصلحة ديالنا خارجين
فتونا الخير هادشي في درب غلف على مستوى الزموري مدينة الدار البيضاء Thank you.
يلا 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 كله داخل سيرة نفسي أنا ريش هدير ثم شوية بعده من بعد ياسمين مصطفى هذا السيد دابا
بان لي كيف كيفاش السميه ديالنا واش كنشجعوا فهمتي دايز لايف دايز لايف شوف تي في قلنا السيت تلقاه نصيفط لك لولي Yeah.
كما كتشوفوا السلطات المحليه كتطلب من الساكنه ديال ديال درب غلف باش يلزموا البيوت ديالهم حفاظا على السلامه ديالهم وهما خارجين. Thank you.